أخبار اليوم. رغم الديون الكثيرة للقنوات الفضائية إلا أن أجور نجوم الدراما في ارتفاع مستمر، ما جعل هذا العمل أكثر إنفاقا على الدراما، وجاءت في المرتبة العاشرة من القائمة الفنانة رانيا فريد شوقي بأجر 1,500,000 جنيه عن مسلسل الأستاذ بلبل وحربه. أما في المرتبة التاسعة جاءت الفنانة مي عز الدين تقاضت عن مسلسل حالة عيش 4,000,000 جنيه، والفنانة داليا البحيري أيضا تقاضت نفس المبلغ عن مسلسل يوميات زوجة مفروسة. ملك أنا مش ملك، عايش كراك أم نادي على الصعيدي وابن أخوه البورسعيدي والشباب الإسكندراني لما دي لمت رجال. أما الفنان يوسف الشريف جاء في المرتبة الثامنة في مسلسل لعبة إبليس، حصل على مبلغ 5,000,000 جنيه، والفنانة سمير خشاب وفيفي عبدو عن دورهم في أنا يا أنتي. الناس عايزة اللي يخدعهم بمزاجهم، وكل ما الخدعة كانت قوية ومحبوكة وتتصدق كل ما نجحت. دواهي وسهواك لا لا لا، دي نسوان مربكة لا لا لا. أما في المرتبة السابعة جاءت الفنانة دنيا سمير غانم في أولى بطولاتها المطلقة في مسلسل لهفة، تقاضت 8,000,000 جنيه. أنا اسمي لهفة. أما في المرتبة السادسة جاء الفنان مصطفى شعبان عن دوره في مسلسل مولانا العاشق، تقاضى 12,000,000 جنيه. القلب المسكون بالعش يرتاح ما يسامع، إنما يموت لو رجع. وفي المرتبة الخامسة جاءت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، تقاضت 14,000,000 جنيه عن دورها في مسلسل 24 إيراد. أما في المرتبة الرابعة جاء الفنان أحمد مكي، حصل على 17,000,000 جنيه في دوره مسلسل الكبير أوي الموسم الخامس. محضر سرقة؟ بالظبط. 5,000 جنيه؟ الله ينور. 20 ولا 50؟ مين؟ الوقت في البوكس؟ مكار. مين بقى؟ خليها مفكر. أما في المرتبة الثالثة جاء الفنان أحمد السقا، حصل على 18,000,000 جنيه نظير دوره في مسلسل ذهاب وعودة، متساويا مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل الكابوس. فارس. أما في المرتبة الثانية يأتي الفنان كريم عبد العزيز، تقاضى 20,000,000 جنيه مقابل دوره بمسلسل وش تاني، متساويا مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنفس المبلغ عن دورها في مسلسل مريم. وبعدين العيمة كراش عن الظابط معروف. أنا إيه اللي خلاني أتنيل واجي من أمريكا؟ ما كنت عشت هناك أحسن لألف مرة. وقد احتل الزعيم عادل إمام المرتبة الأولى للسنة الثالثة على التوالي قائمة أعلى الأجور، وتقاضى 35,000,000 جنيها عن دوره في مسلسل أستاذ ورئيس قسم. قلت لهم اللي حصل، أنا كنت ماشي في الشارع وراكب عربيتي وماشي في الشارع، وقفت العربية وقت مجرجرني ورميني في العربية، وطالع الصح وقفت وقت منزلني من العربية وهات يا ضرب. بس اللي محيرني إن أنا معرفتش أتبين ملامح وجهي وأنا بضربني. وبهذه القائمة يحصل عدد من نجوم المتسابقين في عام 2015 على ما يقرب من 250,000,000 جنيه مصري.